الوضع في بغداد اليوم متوتر، نبدأ أمنيا حيث إجراءات أمنية مشددة تشهدها العاصمة بغداد، يعني خاصة في المنطقة الخضراء ومقتنياتها. الكل ينظر إلى المشهد السياسي خاصة في ضوء دعوة الإطار التنسيقي لاحتجاجات بالقرب من المنطقة الخضراء أو بالتحديد عند جسر المعلق والشارع المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حالة يعني من الخوف والترقب من حدوث اصطدام بين جانبي ويعني بين محتجي الإطار التنسيق ومحتجي التيار الصدري هنا في البرلمان. بالتالي الكثير من الدعوات أيضا تطلق، ونحن يعني من خلالنا أيضا نطلق دعوات إلى ضرورة التهدئة وعدم جر البلاد إلى التصادم. فضلا عن ذلك يعني المئات جاءوا اليوم إلى مبنى البرلمان العراقي حيث أنا متواجد الآن. فضلا عن ذلك يعني نشاهد أيضا دور شيوخ العشائر الآن هنا، وضرورة يعني أن يكون هناك صوت العقل وأن يكون هناك تهدئة. لو تأخذ لنا بعض الآراء علي أو تستطلع لنا بعض الآراء لو سمحت، وناخذ بعض الآراء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم اكو احتجاجات ايضا في الجانب الاخر، انتم اليوم دوركم كشيوخ عشائر ودعوات ايضا للتهدئه وعدم جر البلاد للعنف. تلبيه النداء السيد المجاهد البطل مقتدى الصدر، نحن ضد الفاسدين وجايين هنا ونحث باقي العشائر الموجوده في فرات الاوسط وبابل ان يجون لهنا اسنادا للسيد ضد الفاسدين. ضد الفاسدين، فبارك الله بكل شيخ عشيرة أو مواكب حسينية اليوم تجي للبرلمان هنا ضد الفاسدين. احنا بابل، شيخ عشيرة الباوية في بابل،